تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية فعاليات التدريب المشترك حماة الصداق 2 خلال المدة من 9 إلى 22 من سبتمبر الجاري. يشمل التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات، من بين تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات المدرعة، كذلك التدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة. وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة، بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العناصر والقوات المشاركة في التدريب.